أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية فتح باب الترشح لجائزة صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة لتشجيع الأسر المنتجة في نسختها المحلية السابعة عشرة ونسختها العربية الثامنة والتي سوف يعلن عن الفائزين بها خلال شهر فبراير من العام المقبل. وبهذه المناسبه اكد سعاده السيد اسامه بن احمد خلف العصفور وزير التنميه الاجتماعيه ان الجائزه تكتسب اهميه على مستوى الدول العربيه لكونها تحمل اسم قرينه ملك البلاد المعظم رئيسه المجلس الاعلى للمراه حفظها الله مشيرا الى ان استمرار سموها في دعم ورعايه الاسر المنتجه منذ انشاء الجائزه ساهم في اثرائها وتطورها نحو تحفيز الافراد والاسر لتعزيز الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه وذلك انطلاقا من مفاهيم المنافسه الابداعيه والتي ساهمت في تحسين جوده المنتجات الاسريه وتشجيع هذه الفئه المجتمعيه على الابتكار والتميز في تصنيع منتجاتها وايجاد نوافذ تسويق لها محليا وعربيا